عندما يمتزج حنين السوريين إلى حريتهم بشوقهم إلى وطنهم، يترجم الحنين هنا إلى أغاني وأشعار وفعاليات في بلاد لجوئهم، ولسان حالهم يقول: أعطونا الحرية، أعطونا السلام. أطفالنا فجروا الثورة السورية، أطفالنا وصلوا رسائل كثير اليوم، قالوا أعطونا الحرية وأعطونا السلام. أطفالنا انظلموا كثير، مو بس من خلال السنوات الخمسة الماضية وإنما من قبل الثورة فترة طويلة، حرموا من حق التعلم، حرموا من حقوق كثيرة من الكرامة. كثير من الأطفال والأبناء كانوا أيتام وكانوا أبناء معتقلين، لكن الحمد لله الشعب السوري الحر وراح يبدأ دائما رافع جبينه بهالأطفال اللي بنقول هن راح يعيدوا بناء سوريا في المستقبل إن شاء الله. أطفالنا يغنون للثورة هو عنوان الحفل الفني المنوع الذي قدمه أطفال سوريون في مدينة غازي عنتاب التركية وبرعاية مؤسسات إنسانية. تضمن الحفل فقرات غنائية ومقتطفات شعرية وأغاني ثورية تفاعل على وقع إيقاعها الحاضرون، حيث أعادتهم كلماتها إلى الأيام الأولى من ثورتهم. تحضير لهذه الاحتفالية استمر شهر كامل تقريبا. طبعا أهم الصعوبات اللي هي امتحانات الأطفال. الأطفال عندهم يعني إما مذاكرات أو شيء دوام الصبح وشيء دوام بعد الظهر، عم نساوي بروفة الصبح، عم نساوي بروفة بعد الظهر، عم نساوي بروفة سبت وأحد، كون في عطلة هون عند الأطفال. إلى حد ما حاولنا أنه نوصل الحفل إلى أعلى مستوى نحسن نحن فيه، نوصل الطفل إلى هذا المستوى. غنوا معنا لطفولتنا يا أطفال العالم، بسعادتكم وسعادتنا نبني مجد العالم. غنوا معنا لطفولتنا يا أطفال العالم، بسعادتكم وسعادتنا نبني مجد العالم. إنا من وطن الحرية ونناديكم من سوريا. من داخل وخارج وطنهم لا يزال السوريون يلفتون الأنظار بكل الوسائل المتاحة لديهم إلى بلادهم التي دمرتها الحرب، ورغم ذلك مستمرون بغنائهم للحرية. الثورة أم والسوريون هم أبناؤها البارون، وفي هذا الحفل اليوم يودون إيصال رسالة مفادها: إنا على العهد باقون، إنا إلى النصر سائرون. داليا قدسي، أورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.